معلش سؤالي التاني، وأنا كنت زمان يعني كسرت الحصان جدا، يعني حتى أقول إن أنا يعني بقصد أو بغير قصد حصان كده، فأنا أكفر إزاي عن كل ده؟ كانت أيمان منعقدة ولا كانت أيمان لغو؟ لا ما أنا مش عارفة، لأن زمان كنت يعني بحلف وخلاص، مش عارفة بقى. لا خلاص، أكثري من الصدقة، أكثري من الإطعام، وأكثري من الصيام قدر استطاع. جزاكم الله خير. وإياكم.